طبعا كلنا نعرف انه السيف في ماينكرافت هذا السيف العادي اللي من الدايموند، فاني اليوم قررت شنو راح اسوي، قررت اني راح اشتري لي سيف نوعيه جديده او سيف اول مره راح تشوفونه في حياتكم. طبعا ان شاء الله اليوم راح اشتري لي سيف اللافا. اي راح اشتري لي سيف، بس مو اي سيف عادي، راح اشتري لي سيف من اللافا. بس قبل كل شيء لازم اقول لكم صباح الخير، واخيرا اجى الصبح، هسه اجى يوم جديد. طبعا شوف الشمس ما احلاها. هاي وين الشمس؟ هاي الشمس وين؟ اي هاي الشمس تا تشرق، والله الحمد لله والشكر عليكم. هاي شنو؟ مطرت الدنيا يا اخي، والله ما اعرف شنو ايش لو صارت هاي، بس مو مشكله. شوفوا يا شباب بنات، يعني تخيلون انا يعني طلعت برا البيت قلت واو الشمس جميله، فجاه مطرت الدنيا. اوكي مو مشكله، خلي ارجع انام وان شاء الله من تختفي المطر اقعد مره ثانيه. يلا مع السلامه. صباح الخير، واخيرا اجى الصبح، هسه اعتقد اختفى المطر. خلي اشوف. اي اختفى المطر، بس انا هسه كلش جوعان، فشنو راح اسوي؟ راح اكل، راح اتفطر. طبعا عندي باكت حليب، هذا باكت الحليب، وهذا الخبزه مالتنا، هاي الخبزه مالتنا راح ناكلها ويا الحليب. طبعا راح نغمس الخبزه في الحليب، شوفوا راح نغمس، هاي شنو، لا نغمس الخبزه في الحليب وناكلها. اوكي هسه تمام، هسه شبعت. اوكي خلي ارجع كل هذه الشغلات هنا لما نحتاجهن. شنو بعد؟ هسه خلي اطلع برا البيت. تمام، بس قبل كل شيء لازم تعرفون، يعني صارت الدنيا شتاء، صارت الدنيا برد وما اعرف شنو، يعني اني هسه اذا ابقى بلا ملابس راح اتمرض، واني مضطر اني احصل لي ملابس. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح اسوي لي درع، لان الصراحه هسه الدنيا كلش برد. اول مره خلي اسوي لي كرافتنج تيبل، وراح اسوي لي افضل واحسن درع بالعالم كامل. طبعا شوف الفلوس اللي عندي، طبعا عندي هواي فلوس الحمد لله والشكر عليك الحاج. شوف طبعا احنا بس نحتاج ستاك دايموند واحد، فشنو راح نسوي؟ راح نسوي لنا تشست بليد او فانيلا. اوكي مثل ما هاي شنو صار، اوكي مثل ما تشوفون هاي تشست بليد نين. اوكي كلش حلو. وراح نسوي لنا بنطلون، اوكي كلش حلو هذا البنطلون نين. ونسوي لنا خوذه، اوكي خوذه هذا الخوذه نين. ونسوي لنا اخر شيء بوت او نعال او اوكي مو مشكله. خلي ناخذ النعال مالتنا او البوت مالتنا، كلش حلو. خلي نرجع فلوسنا هنا. والله الصراحه انا ودي اسوي لي دروع من لافا، يعني تخيلون شباب بنات اذا تكون عندي دروع من لافا اني هسه بعد ما ابرد ابد واقدر اقاوم البرد، يعني تعرفون كلش زين انه الجو كلش برد والدنيا كلش شتاء وبارده، فمو مشكله. اني هسه خلي اروح لصديقي القروي، طبعا هنا بهاي المدينه اكو قروي يبيع اي شيء، عنده محل. طبعا هذا المحل مالته بهذا الاتجاه، هذا المحل هنا. طبعا هذا المحل يبيع كل شيء، يبيع مواد غذائيه ويبيع اكل وما اعرف شنو. دقيقه خليه يدخل. هذا هو القروي مثل ما تشوفون، خلي اشوف شنو عنده. طبعا يبيع سمك على لحم، على لحم دجاج، هذا لحم دجاج، لحم بقر، على لحم زومبي. تخيلون شباب حتى لحم زومبي يبيعه، يعني كل شيء. اوكي جولدن ابل، على رقي، على بطاطا، على بطاطا مستويه، على جزر، على جولدن جزر، على شنو، حتى سم مال عناكب يبيع شباب. هاي بيتزا او بامكن، او بامكن هاي مو بيتزا، بامكن هذا شو اسمه، شوربه. اوكي مو مشكله، كيك، كوكيز، وخبز، يعني يبيع كل الشغلات اللي نريدها. طبعا في هذا الصندوق راح نلاقي يعني شكو شيء طلبه. لا بس مو هذا الصندوق اعتقد. هذا الصندوق يعني اي شيء طلبه او اي شيء تقول له العم القروي يقدر يجيب لك اياه. مثلا تقول له جيب لي نم 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 جيب لي سياره، تفتح هذا الصندوق تجي باكر، وتفتح هذا الصندوق وراح تلاقي الشغلات اللي تريدها. طبعا هذا اني شوفوا يعني شغلات رهيبه وعجيبه عنده هنا، عنده جولدن ابل، على بلوكات دايموند، على ما اعرف شنو. اي سلام عليكم خالي، سلام عليكم خالي القروي، سلام عليكم. وعليكم السلام خالي، هاي شلونك، كيف اقدر اخدمك خالي؟ اي ليش مقلب وجهك علي يا اخي؟ اي باوعلي. والله الصراحه انا ما اقدر اشوفك لان وجهك ما عجبني، وجهك ما عجبني. شنو وجهي ما عاجبك؟ ها؟ اوكي راح باوعلك اني، والله ما اعرف شنو سالفه هذا القروي. باوعلي. ايه احسه كلش حلو. اوكي طيب كيف اقدر اخدمك؟ والله الصراحة أنا هسه أريدك تساعدني بشغلة كلش بسيطة، بس ما قلت لي أنت شنو اسمك؟ طبعا أنا اسمي القروي حميد، وأنت شنو اسمك؟ أنا اسمي الإنسان أو البشري أمير، أنا مو مثلك قروي، أنا بشري وأنت قروي. أي احترم نفسك، احنا القرويين نعتبر من البشر، مو 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 يعني
نم نم. اوكي خلاص خلاص مو مشكلة. طبعا الصراحة اني اريدك تساعدني انه انت تجيب لي نوعية من السيف. اي نوعية لازم تكون نوعية يعني خرافية اسطورية، وبس انت الوحيد اللي تقدر تجيب لي اياها. خلاص روح انقلع، ما راح اساعدك. ما بوالك يعني ما بوالك. روح انقلع. يا اخي شنو ما تساعدني يا اخي؟ اي بوالي بليز اريدك تساعدني، واقدر اجيب لك اي شيء تريده. اقدر اجيب لك فلوس، اقدر اجيب لك دايموند، اقدر اجيب لك اي شيء تحتاجه واي شيء تريده، بس ساعدني في هاي الشغله اللي اريدها. اوكي بما ان انت عندك هواي فلوس وراح تدفع لي فلوس، راح احاول اني اساعدك. زين قل لي انت شنو تريد بالضبط؟ اوكي طبعا انا الصراحه اريد سيف، بس من مو اي سيف عادي، مو اي سيف طبيعي، اريد سيف من لافا. اي سيف من لافا. سيف من لافا. بس المشكله والله ما اعرف شو اقول لك. اني سيف من لافا كلش غالي، يبي لك تجيب لي هواي فلوس وهواي شغلات لازم تجيب لي اياهن. مو اي واحد يقدر يعني يشتري سيف من لافا. اخي ما عليك، مو قلت لك اني كلش غني وش اسمه وعندي هواي فلوس، بس قل لي شنو تريد بالضبط واني اجيب لك اياه. طيب خلاص اول مره اريدك تجيب لي 30 ستاك دايموند، 30 ستاك بركات دايموند. اي يلا اذا عندك هواي فلوس جيب لي اياني. يلا روح جيب لي. نم 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 نم. اوكي مو مشكله، هذا الورع قروي حميد يقول لي انه لازم تروح تجيب لي 30 ستاك بلوكات دايموند. اوكي مو مشكله، بما اني عندي هواي فلوس فطبيعي اني اجيب له 30 ستاك بلوكات دايموند. ما اهتماني، راح اجيب له 30 ستاك بلوكات دايموند. اوكي خلي نشوف الدايموند مالتي. اوكي هذا ستاك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. هذا مني 30 او 30 ستاك بلوكات دايموند. نسد الباب مال البيت كلش حلو، نروح لهذا حميد وننطيه 30 ستاك بلوكات دايموند يا شباب. اوكي مو مشكله، هسه خلي نروح له وننطيه 30 ستاك بلوكات دايموند اللي يريدهن. اي حميد باولي حميد ها يلا جبت لي 30 ستاك بلوكات دايموند او لا؟ اي جبت لك اياهن، بس ما قلت لي وين تريدني احطهن لك. حطين باي صندوق تريده. اوكي يعني انا عندي هواي صندوق بالمتجر مالتي، حطين في اي صندوق تريده. اوكي مو مشكله، راح احطين هذا مقبط. اوكي هذا ثلاثه، خلي احط له ثلاثه هنا. هذا مقبط يا اخي كلنا مقبطين. اوكي 1 2 3 3 هنا همين هنا. عجيب. اوكي هذا اثنين يا اخي، والله هذا كله مقبط، شلون ورطه هاي؟ وين راح احط لي اياه هنا هذا؟ اوكي مو مشكله، حطينا تقريبا اربع ما ادري خمس تاكات هسه تقريبا قربنا نخلص. بس خلي نشوف ياهو الصندوق اللي مو مقبط، لازم اشوف لي صندوق مو مقبط احط له. اوكي هنا نستاك بلوكات وهنا كلش حلو، هذا فاضي شويتين. اوكي هذا مقبط وهذا مقبط. اي قروي يا اخي كلنا مقبطين. اوكي هذا بعد عنده مو مقبط. اوكي هاي قروي باقي ستاك 2 3 4 5 6، باقي 6 ستاكات بلوكات دايموند ما لقيت وانا احطهم، شو اسوي يعني هسه؟ اوكي مو مشكله، روح لبيتك وجيب لي صندوق من عندك. اوكي مو مشكله قروي، راح اروح لبيتي وراح اجيب له صندوق من عندي. بس انا الصراحه ما اريد اخرب بيتي، وشكل مال بيتي راح يخرب، فشنو راح اسوي لي؟ راح اجمع لي بس 3 بلوكات خشب. اوكي ما تخافون، هاي الاولى وهاي الثانيه وهاي الثالثه، وخلاص اذا حصلنا 3 حبات شو اسمه خشب نقدر نسوي له صندوق ونحط له الفلوس اللي يريدن، او هذني شو اسمه بلوكات مال الدايموند راح نحطهن عند عمو قروي وننطيهن القروي. اوكي هسه حصلت لي 3 بلوكات خشب. اوكي نرجع لعمو القروي. يلا استاذ قروي هذني شو اسمه راح اسوي لك صندوق على السريع. ها جبت لك كرافتنج تيبل، احتفظ بيها، حطها عندك ماكو مشكله. وهذا الصندوق راح احط لك اياه هنا، وراح احط لك به 6 ستاكات بلوكات دايموند. يلا خلاص هسه صار عندك 30 ستاك بلوكات دايموند. يلا هسه راح تنطيني السيف اللي من النار او اللي من اللافا او لا؟ اوكي مو مشكله. ها يا اخي عبالك بهاي السهوله تريدني انطيك السيف اللي من اللافا؟ لا مو بهاي السهوله. لا اكو همينه شغله كلش مهمه لازمك تسويها الي. طبعا الشغله المهمه هي اريدك تجيب لي دروع. اي اريدك تجيب لي دروع من دايموند، وتجيب لي ادوات او كل الشغلات او الادوات من دايموند. اي سوي كل هذني الشغلات وان شاء الله راح انطيك او راح اجيب لك سيف اللي من اللافا. بس سوي هذني الشغلات وبعدين راح نتفاهم.
اوكي مو مشكلة عمو قروح ميت. طبعا هذا القروح ميت يقول لي لا صارت الدنيا ليل شلون ورطة هاي شباب بنات. اوكي مو مشكلة. طبعا هذا القروح ميت يقول لي روح جيب لي دروع دايموند. طبعا انا عندي دروع دايموند فش اسمه ما راح انطيه مالتي لان هسه تعرفون كلش الدنيا برد، فاني راح اسوي له باكر دروع من عندي. اوكي ماكو مشكلة، جمعت لي حبتين خشب ماكو مشكلة، خلي ادخل جو البيت وانا وان شاء الله غدا الصبح من اقعد اسوي اللي يريده هذا حميد. يلا تصبحون على مليون تريليون خير. صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. اوه هسه الساعه 6 الصبح. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح اسوي الشغلات اللي طلبهن من عدي حميد. خلي اسوي له دروع من دايموند، هذا تشست بليت، هذا بنطلون، هذه خوذه، وهاي بوت. كلش كلش حلو، هذا اني الدروع مال حميد كلش حلو. خلي رتبهن من ناني ونحلل لنا بعد بلوك الدايموند. شنو نسوي بعد؟ واسوي له ادوات. اوكي ادوات نحلل لنا الخشبايات اللي جمعناهم البارحه، صار عندنا 16 حبه استكايه. اول مره نسوي له شافل، ثاني مره نسوي له سيف. اوكي سيف من دايموند كلش حلو. نسوي له بيكاكس، اوكي ماكو مشكله، نسوي له بيكاكس بهذا الشكل. وشنو بعد نسوي له؟ اسوي له اكس، اوكي بهذا الشكل راح يكون الاكس. واسوي له هاي الاله اللي تحرث لنا يعني المزروعات. اوكي عندنا سيف، بيكاكس، اكس، تشافل، وهاي اللي اسمها هو. اوكي مو مشكله، هسه حصلنا الدروع والادوات اللي يحتاجن هذا شو اسمه التاجر احمد. خلي اطلع من بيتي، والله الدنيا كلش برد. اوكي مو مشكله، خلي ارجع له هسه مره ثانيه وانطي الشغلات اللي طلبني من عندي، ويا رب يا رب ينطيني السيف اللي من شو اسمه اللي من النار، لان يعني الصراحه انا كلش كلش اريده واحتاجه، لان يعني الصراحه تعرفون هسه الدنيا برد، فمن يجي لي السيف اللي من النار او من اللافا راح اقدر اتدفى به. اوكي مو مشكله، يلا يلا قرب حميد، هذني الدروع مالتك اللي تحتاجن او اللي طلبتهن من عندي، هاي الخوذه وهذا التشست بليت وهذا البنطلون وهاي البوت. اوكي وهذني الاغراض مالتك السيف والبيكاكس والاكس والشافل والهاب. اوكي يلا حميد شنو تحتاج بعد؟ اوكي اول شغله الله يعطيك العافيه وشكرا لك لانك انت سويت لي او جبت لي كل الشغلات اللي شو اسمه اللي قلت لك عليهم. تمام هسه بس باقي شيء اخير لازم تسويه بنجاح، اذا ما تسويه بنجاح ما راح نعطيك السيف اللي من اللافا. يا بي والله طفشت يا اخي من البارحه وانا دا انفذ طلباتك يا اخي، شلون ورطه يا اخي من يا اخي ليش وقت راح ابقى انفذ طلباتك يا اخي؟ ما عليك امير، بس هذا اخر طلب راح اطلبها من عندك، وراها خلاص راح نعطيك السيف، وعد من عندي. طيب خلص بس قل لي شنو هذا الطلب الاخير، قل لي عليه بس وخلصني من عده. يلا قل لي شنو هذا الطلب الاخير. اوكي طبعا الطلب الاخير هو باختصار، هو اريد هسه كل المتابعين يضغطون لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون جرس الاشعارات حتى انطيك السيف اللي من اللعبة، هذا الطلب الاخير مالتي. اوه شباب بنات الله عليكم، اذا تحبوني احصل السيف اللي من اللافا الله عليكم شباب بنات، واذا همينا متحمسين حتى تشوفون الشكل مالته الخرافي وشلون راح يدفينا، اريدكم هسه شباب بنات تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات حتى هذا عم القروي ينطيني السيف اللي من اللافا. هسه خلي ارجع له عسل لي. يلا عم القروي يلا هسه سويت كل الشغلات اللي طلبتها من عندي، يلا هسه راح تنطيني السيف او لا؟ اوكي طبعا هو السيف هسه بامريكا، فلازم هسه اتصل بصديقي حتى يجيب لك اياه، لان يعني الصراحه كل يعني تعرف يعني ما موجود بالبلده مالتنا، يعني راح يجي هذا السيف من غير بلده، فهمت السالفه شلون؟ فلازم تنتظر يوم كامل او يومين يلا يصير عندي السيف اللي من اللافا. اوكي فارجع لي بعد يوم وان شاء الله راح تلاقي عندي السيف اللي تريده او اللي طلبته من عندي. اوه والله مشكور عمو قروي حميد. اوكي يلا مع السلامه عمو حميد. اوكي انا هسه خلي اروح اسوي لي فر هنا بالمدينه، لان هسه قال لي هذا حميد ارجع لي بعد يوم، لان انا هسه راح انتظر لين تصير الدنيا ليل وما اعرف شنو، خلي اجرب هاي الزحلاقه. يلا 1 2 3 وي زحلاقه غرافيه. اوكي طبعا شنو بعد؟ لازم انتظر لين هسه الدنيا تصير ليل، وراها ان شاء الله غدا الصبح اروح لهذا صديق حميد او التاجر حميد، وان شاء الله ان شاء الله راح ينطيني السيف. اوكي مو مشكله، انا هسه خلي اكمل التجوال مالتي او الجوله مالتي هنا بهاي المدينه احسن لي. طبعا هسه عبر يوم كامل، اي عبر يوم كامل، وهسه انا راح اروح لهذا صديقي حميد، بس هسه المشكله راح تصير الدنيا ليل، يعني هسه اليوم تقريبا عبر يومين او يوم ونصف. اوكي مو مشكله راح اروح لعم حميد. اوكي مو مشكله. اي سلام عليكم حميد، اي سلام عليكم.
اي حميد اقعد، حميد اقعد، اقعد حميد اقعد. عجيب هذا حميد، ما ما راي والله ما اعرف شنو اسمه، ما دا يقعد. اوكي مو مشكله، انا هسه خلي ارجع لبيتي وان شاء الله غدا الصبح ارجع لهذا صديق حميد وان شاء الله ان شاء الله يكون جاب لي السيف مالتي، لان الصراحه ما اعرف شنو سالفته هذا حميد، ما يريد يقعد، ما يريد يقعد من النوم. اوكي مو مشكله، انا هسه خلي اروح انام احسن لي، يلا تصبحون على مليون ترليون خير. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. طبعا ان شاء الله اليوم راح ارجع لحميد يا اخي، والله طفشت من عده هاي هذا الطريق يا اخي، كل يوم كل يوم دا امشي وارجع طفشت يا اخي الصراحه، بس شو اسوي كله من ورا هذا السيف اللي من اللافا. اتمنى انه هذا حميد يكون جاب لي اياه. اوكي مو مشكله. اي صباح الخير حميد، صباح الخير. اي صباح الخير. اي صباح الخير، شلونك شلونك شو مسوي؟ والله الحمد لله والشكر على كل حال. ها جبت لي السيف اللي من النار او لا؟ ايه جبت لك اياه، السيف اللي من اللافا، لا عبالك ما جبته لك. ايه جبته والله والله صدق. اوكي بس شوفني اياه، شوفني اياه، بس قل لي وينه. اوكي بس افتح هذا الصندوق اللي يميني، اللي على يميني، اللي على يمينك، وان شاء الله راح تلاقيه. اوكي اوكي الصندوق اللي على يميني هذا، هذا مو هذا مو حميد مو اي هذا نفسه، فتحه واخذ السيف مالتك. اوكي يلا يلا اخذه اسكت اخذه. اوكي شكرا لك. يلا شباب بنات جاهزين حتى نفتح هذا الصندوق ونشوف شنو جواته بالضبط. يلا 1 2 3. اي والله او ماي جاد شباب بنات، سيف اللي من اللافا والله يخبل. شكرا لك عميد، شكرا لك والله، شكرا لك. كفو عليك، كفو 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 كفو. اي مشكور مشكور، ماكو مشكله. اهم شيء لانك انت جبت لي شو اسمه 30 ستاك بالكاد دايموند وجبت لي الشغلات اللي اريدهن، فانت تستحق الخير. بس اسمع اكو شغله كلش مهمه ترى، بعد يوم راح اجيب السيف المائي، فاذا تريد تجي تشتري من عندي. اوه راح اجيب سيف مائي. اوكي اوكي مو مشكله، راح ارجع لك باكر شو اسمه وراح اشتري من عندك. اوكي جهز لي اياه. او ماي جاد او ماي جاد شباب بنات، او ماي جاد او ماي جاد، حصلت لي السيف اللي من النار، واني هسه راح اروح اشوف لي حيوان هيك من نام هناك واجربه واشوف القوه مالته، واشوف القوه مالته راح تكون قوي، راح يكون قوي او مو قوي. اوكي مو مشكله، هسه خلي بس ادور لي هيك على فريسه. اوكي هنا ماكو شيء. اي هذا سنجاب، هذا سنجاب، خلينا نجرب عليه. اوكي اوكي يلا 1 2 3. موت شباب بناتي خبل، شوفوا هذا الخنزير، شوفوا او ماي جاد شباب والله بضربه واحده. تعال تعال انت، تعال تعال والله اليوم ماتك، اليوم ماتك. موت والله جلدته شباب، والله جلدته، جلد. اوكي هالكتكوته خليني اقتله. مودي هذا الخنزير، خليني اقتله. تعال 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 موت موت. نعم 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 نعم. ايه هسه عبر يوم كامل. طبعا انا هسه راح ارجع او راح اروح لصديقي حميد وراح اقول له انه الصندوق شو اسمه، انه السيف اللي من شو اسمه هذا اللي من الماء جابه الي او لا. بس قبل كل شيء لازم ارجع هذا السيف اللي من الدايموند اللي من النار، لان الصراحه جت لي معلومه انه من تحط السيف الماء يم السيف اللي من اللافا او اللي من النار راح يصير انفجار، فانا الصراحه اخاف على نفسي، اخاف انفجر يا اخي. شباب بنات ترضون اني انفجر؟ اوكي مو مشكله. أنا هسه شنو راح اسوي؟ راح اروح احط سيف الدايموند او سيف الناري، مو الدايموند، السيف الناري او اللي من اللافا هنا. خليني اشوفكم اياه للمره الاخيره، السيف الخرافي الخبل. اوكي مو مشكله، خليني ارجع نحطه هنا وارجع لصديقي حميد. طبعا عبرت هسه 24 ساعه وراح ارجع لصديقي حميد، ويا رب يا رب يكون جاب لي السيف اللي من الماء او اللي من الثلج. اوكي اوكي مو مشكله، انا هسه خليني اروح اقول له احسن لي. اوكي مو مشكله. اي سلام عليكم، اي حميد، اي بوالي حميد، حميد بوالي. يلا جبت لي السيف المائي او لا؟ اي جبت لك اياه، جبت لك اياه. بس لازم تجيب لي فلوس كالعاده. اي فلوس فلوس يا حميد يا ورع، ترى جبت لك 30 ستاك بلوكات دايموند، شنو تريد بعد؟ والله الصراحة معك حق. اوكي اوكي مشكلة، هذا السيف راح تاخذه مجاني. اوكي والله مجاني؟ او ماي جاد والله شكرا لك حميد، شكرا لك. شباب بنات قتلت حميد، لا قتلت حميد، شلون ورطه هاي؟ بس انا هسه لازم ادور لي على السيف المائي. اوكي خلي ادور لي السيف المائي،
وأهرب من هاي المدينة، لأن الصراحة إذا الشرطة تكتشفني أنه أنا اللي قتلت حميد والله راح أتورط وراح أنسجن. أوكي خلي أدور على السيف، يا رب ألاقي لي السيف، يا رب يا رب ألاقي لي. أوكي أوكي خلي أشوف من هناك، يا رب يا رب ألاقي هذا السيف. دقيقة بس هذا من النار، لا ما أريد هذا اللي من النار، هذا اللي من النار بس غير واحد، ما أريد هذا، لا أريد السيف اللي من واحد. خلي أدور عليه، شنو وينه؟ أعتقد هنا أنا. دقيقة خلي أدور خلي أدور، يا رب يا رب ألاقي يا رب. إيه لقيته لقيته شباب بنات، هذا هو. أوه ماي جاد، والله سلاح خرافي يا شباب وبنات. أوكي هسه حصلت لي السيف المائي، وهسه خلي أطفر من هاي الماكينة قبل لا تجيني الشرطة. يا رب يا رب ما تمسكني الشرطة، بس أهم إشي حصلت لي السيف المائي أو السيف اللي من الماء أو الثلجي. أوكي أنا هسه خلي أطفر وأهرب من هاي المدينة أحسن لي. يلا أفلت 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 أفلت، أهرب أهرب أهرب. بس قبل كل شيء خلي أجرب أقتل هاي البقرة وأشوف قوة السيف، أشوفها قوي أو لا. موتي موتي. أوكي كلش حلو كلش حلو، خلي أخذ هذاني الأكل مالتي حتى من أكون بالسفر ما أجوع. هسه خلي أسافر لغير مكان أحسن لي.